الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية من المنزل. نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يوصل الطقس بارد بشكل لافت، 16 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان خلال هذه الليلة. بالنسبة ليوم غد بإذن الله تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة وتعود درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. الأجواء تكون نوعا ما معتدلة إلى لطيفة خلال ساعات النهار، لكن باردة خلال ساعات الليل. يوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة والطقس بارد بشكل لافت خلال ساعات ليلة الجمعة على السبت تحديدا، حيث تلامس درجات الحرارة 10 درجات مئوية فقط في العاصمة عمان بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.